الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. عزيز نيسين، الكوميديا السوداء. ثمة شيئان لا ننتجهما في بلدنا، القهوة والديمقراطية، فنحن نستوردهما من الخارج. ماذا بوسعنا أن نفعل؟ فالقهوة لا تنبت عندنا، إذ لا شيء يناسبها هنا، لا المناخ ولا الماء ولا التربة، لذلك تركناها وشأنها. أما فيما يتعلق بالديمقراطية فنحن نحرث الأرض بأنوفنا كي تنبت عندنا. تقول كتب التاريخ أنه منذ 100 عام تقريبا رميت بذور الديمقراطية في تربتنا، ومنذ ذلك الوقت لا شغل لنا سوى الصراخ: براعم ديمقراطيتنا، ديمقراطيتنا الفتية. إذن فنحن ننبتها، نفعل كل ما بوسعنا، أما هي فلا تعطي سوى البراعم. آه، لو أننا نوجه كل قوتنا في سبيل القهوة لكان بلدنا الآن كله أدغال قهوة. كان ينبغي علينا أن نفكر بشكل أفضل، لكننا اتجهنا لزراعة الديمقراطية. هي ذي النتيجة، ما لنا ولهذه الديمقراطية؟ هل كانت حالنا سيئة بدونها؟ لكن عش بدون قهوة إن استطعت، إذ ليس بإمكانك أن تستعيض عنها بشيء آخر، فرأسك ستدور إن لم تشرب فنجانا واحدا. وديمقراطية؟ كانت أم لم تكن فالأمر سيان ورأسك لن تدور. القهوة تعرف فورا من رائحتها، فأنت تغليها تشربها، لكن الديمقراطية لا تؤكل ولا تشرب. وقد سأل سائل: لماذا هي ضرورية لنا هذه الديمقراطية؟ فهي متوفرة عندنا بكثرة ومجانا، ولا يحتاج شراؤها للعملة الصعبة، فهي تتسلل إلينا عبر كل الشقوق. لكن أين القهوة؟ إنها غير موجودة، والحصول عليها يحتاج إلى نقود. لكن السيئ في الأمر هو أننا اعتدنا على القهوة، والعيش بدونها مصيبة. يمكننا القول أننا اختصاصيون عظماء في القهوة، ولو سألت أي منا أي القهوة رديء وأيها جيد وأيها طازج وأيها بائت وأيها مغشوش وأيها نقي، فإنه سيحددها لك في الحال. ثمة محسنون راحوا يدسون لنا قهوة اصطناعية، ففي البداية اخترعوا القهوة من الشعير فلم تنفع، ثم من الحمص، ومرة أخرى لم تنفع، والآن يريدون أن يسقون قهوة من بذور الفاصولياء. أما نحن فنقول لهم شكرا، إذا كنا لا نفقه في أمور أخرى فإننا نفقه في القهوة. سنبتلع كل شيء، أما القهوة الصناعية فلا أبدا. لو أننا نفقه في الديمقراطية كما في القهوة لكنا آنذاك. لا يستطيع القارئ للوهلة الأولى تحديد الإطار المكاني للقصة أو تحديد الضمير الجمعي الأنا إلى من هو عائد في هكذا قصة قصيرة، فالنص هنا عابر للجغرافيا والمكان، كما هي هذه النحن والتي تجعل كل منا جزءا من هذه العقلية ومن هذه البيئة القصصية لقصة في أسطر. كتب عزيز نيسين هذه القصة بالتركية لتنشر أول مرة ضمن مجموعة قصصية تحت عنوان أسفل السافلين، ترجمة عبد اللطيف عبد الحميد، صدرت عن دار الحصاد للنشر والتوزيع للمرة الأولى عام 1993. محمد نصرت نيسين هو الاسم الحقيقي لعزيز نيسين، حيث استخدم هذا الاسم كاسم مستعار ضد مطاردات الأمن السياسي التركي، وعلى الرغم من أن هذا الاسم المستعار لم يمنع من دخوله السجن لمرات عدة، إلا أن هذا الاسم أضحى رمزا من رموز الكوميديا السوداء. كتب عزيز نيسين القصة القصيرة كما الشعر، وأول ما نشر كان في مجلة الأمة اليمنية الصادرة عن أنقرة آنذاك. أما أشعاره فقد نشرت منذ عام 1937 تحت اسم وديعة نيسين في مجلة الأيام السبعة. كتب عزيز نيسين في الكثير من الصحف التركية، وفي عام 1946 تمكن بالتعاون مع صديقه الأديب التركي صباح الدين علي من إصدار جريدته الشهيرة ماركو باشا، والتي أغلقت لاحقا واعتقله على أثر بعض مقالاته المنشورة فيها، لكنه عاود إصدارها تحت اسم معلوم باشا، وهكذا راح يعيد إصدار المجلة وتغيير اسمها مع كل مرة يتم فيها اعتقاله وإيقاف الجريدة عن الصدور.
عام 1950 حكم عليه بالسجن 16 شهراً بسبب ترجمته لأجزاء من كتاب ماركس، وفي عام 1951 خرج من السجن لكنه لم يجد عملاً في الصحافة، فعمد على فتح دكان لبيع الكتب لكنه لم ينجح. وبين العامين 1952 و 1954 عمل مصورا، وفي العام 1955 اعتقل من دون أن يعرف سبب اعتقاله وأمضى بضعة أشهر في السجن. مع تنوع القصص القصيرة التي كتبها عزيز نيسين، وعلى الرغم من عددها الكبير جدا، إلا أنها لم تخرج عن الإطار الاجتماعي السياسي، بل دارت في هذا الإطار مقدمة نقدا ذكيا جدا للواقع من خلال تفاصيل مختلفة. لم يعتمد عزيز نيسين على أبطال خارقين، كما أن شخصيات الأبطال لا تعالج عنده من خلال وصفها الشكلي أو الحركي في معظم الحالات، إنما من خلال وجودها ضمن اللقطة الفنية التي يحضرها عزيز نيسين بشكل بارع جدا. لا يصف عزيز نيسين شخصياته القصصية بإسهاب، كما أن الصفات الشكلية هي صفات ثانوية عادة لا تذكر إلا لأهمية خاصة بها. كما فنان الكاريكاتور يرسم نيسين شخصه وأبطاله بصفات قليلة كمسكتش صغير، لكنه كاف لإعطاء صورة كافية عن الشخصية بحيث يمكن للقارئ تجسيدها وإحياؤها في ذهني فوراً. أيضا كما الكاريكاتير لا تتميز القصص بمعظمها بحدث يكبر ويتعاظم أو بحبكة قصصية ماكينة، إنما هو كنكتة أو كسكتش بسيط يجيب عن الكثير من الأسئلة بأسئلة أخرى، كما في لماذا نحن بلد ضعيف النمو؟ حيث يأتي البروفيسور في علم الاقتصاد متوجها إلى تركيا لشرح مسألة لماذا بقيت هذه الدول متأخرة؟ وعلى مدى 10 صفحات لا نرى سوى المراسلات بين أعضاء فريق البحث والخبير المستر تشارلز أويتي، وتنتهي القصة بعودة المستر تشارلز إلى أمريكا بعد عامين دون إمكانية اللقاء بأحد ما بسبب الأعياد المختلفة القومية والدينية والمناسبات الخاصة، على الرغم من انتظارنا كقراء لذروة أو حدث يشرح لنا لماذا نحن بلد ضعيف، إلا أن هذا الحدث لا يأتي، بما أن المسؤولين قفزوا بين الأعياد والمناسبات لمدة عامين متتاليين. ترك هذا السؤال مفتوحا بحد ذاته هو إجابة عن السؤال نفسه. من الملاحظ أيضا في هذه القصة كما في قصص أخرى اعتماد نيسين على لغة الأنا، حيث إننا نحن الأبطال وليس هم الشخصيات القصصية، تماما كما في مثال القهوة والديمقراطية، حيث أن المجابهة ليست ضمن فردين والقارئ هو ضمن جمهور المشاهد، بل نحن أنفسنا أبطال هذه القصة القصيرة، نحن الفقهاء في القهوة والديمقراطية على حد سواء، وفي حال لم نكن نحن الأبطال يكون البطل هو القاص نفسه الذي يشاركنا التجربة المرة أو المضحكة التي يمر بها، كما في قصص أخرى أسفل السافلين، تعليمات للشوائين على قارعة الطريق وأخرى. حاز عزيز نيسين على عدة جوائز، منها جائزة السعفة الذهبية في المسابقة الدولية التاسعة للكتاب الساخرين في إيطاليا عام 1956 عن قصته القصيرة كيف تم اعتقال حمدي الملقب بالفيل، حيثما قبض رجال الشرطة على أعداد كبيرة من حمدي الفيل إلى حد أن السجون امتلأت، وذلك بعد اغتنامه فرصة نوم الشرطيين وهروبه، ثم تعميم بيان من الأمن يرد فيه حرفياً في حال ظهور حمدي الفيل في أحد أقسام الشرطة التابعة لكم، أو إذا جاء لطلب وثيقة ما من أحد رجال الشرطة تكرموا بإخباره أننا نرجو أن لا يضعنا في موقف حرج، وأن يحضر مع المجرم إلى دائرة الأمن في اسطنبول في أي وقت يراه مناسبا له. على الرغم من أن معظم أعماله مجموعات قصصية مختلفة تتراوح بين صفحتين والعشرة، إلا أن بعض أعماله يتكون من سلسلة قصص مترابطة ككتابه زوبك أو ألف الهوي، الكلب المتحي في ظل عربة، والتي صدرت أول مرة عام 1961 ثم ترجمت إلى الألمانية عام 1965 وقدمتها إذاعة برلين كمسلسل إذاعي، كما ترجمت إلى البلغارية وبلغ عدد النسخ
في أول طبعة 12,000 نسخة. ينتقد هذا الكتاب المنتفعين من السلطة كمناسيج الاجتماعي حولهم الذي لا يبدي رغبة في التغيير بل الانتفاع حتى لو بالقدر المستطاع من المنتفع عن السلطة أيما كان. يبدأ الكتاب بمثل قديم: الكلب يمشي بجانب العربة فيظن ظلها ظله، مشكلا أول صورة لزوبك المستظل بظل أكبر من ظله ظنا إياه ظله، وجعلا الآخرين يظنون أنه ظله. ممتدا على 308 صفحة تتوالى قصص حكاية زوبك زاد في الهوي أو الكلب المرتحي في ظل عربة. النص بذاته كوميدي، ليست المواقف فقط، وعلى الرغم من أن الكتاب حول إلى فيلم سينمائي عام 1980 ونجح نجاحا باهرا، إلا أن لا شيء بإمكانه التعبير عن عبقرية الكتاب والكاتب في تعابيره المختلفة وصوره التشبيهية كما حين يعبر عن مدى سوء المحافظ. قبل أن يصل إلى محافظتنا توقف في محافظة أخرى، أضاف مواطنو تلك المحافظة إلى أوقات الصلاة خمسة أخرى وصاروا يدعون في كل صلاة: يا رب خذ روح هذا الرجل أو خذ أرواحنا نحن لنرتاح منه. إضافة إلى القصة والشعر، كتب عزيز نيسين المسرحيات ونال عام 1968 الجائزة الأولى في المسابقة التي أجريت في تركيا تخليدا لذكرى الشاعر الشعبي قراج أغلان في مسرحياته عن مسرحيات أرجوازية. توفي عزيز نيسين في تموز عام 1995 مخلفا وراءه الكم الكثير من النتاج الأدبي الذي يصلح لكل زمان وينعكس في كثير من الأمكنة والدول، سواء قرأنا زوبك في 300 صفحة أو مؤتمر الجراحين في 5 صفحات حين يستأصل الجراح لوزات الصحفي من فتحة الشرج، بما أن القانون آنذاك كان يمنع الصحفي من فتح فمه. تبقى المرارة نفسها والضحكة نفسها، وكأن المرء يتنفس من رئتيه هواء نقيا فيؤلمه فعلا. تلك هي عبقرية عزيز نيسين الكاتب والمبدع.